تزامنا مع استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات، تعرضت إحدى المتظاهرات من موظفي العقود في المفوضية للضرب من قبل قوات مكافحة الشغب خلال تظاهرة لهم طالبوا فيها بتثبيت حقوقهم. وأظهر فيديو مسجل لحظة الإغماء على المتظاهرة المعتدى عليها بعد تعرضها للضرب من قبل قوات مكافحة الشغب في بغداد، فيما سارع المتظاهرون إلى سحبها من التظاهرة وإسعافها قبل أن تستعيد وعيها.